الله الله الحمد لله نزل تاني الله منور بيتك الحمد لله على السلامه يا بولم بولم ايه بقى ما خلاص بقيت ابو رجل مسلوب يا راجل ما تقولش الكلام ده بكره تتعدل وتبقى فلو وعلي العال كمان تعالى يا عفريت الحمد لله على السلام المهم صرفت عليها فلوس كتير فداك يا عفريت المهم دلوقتي بقى هناكل منين مش تروحي تعملي لاخوكي كوبايه شاي يا زينب حاضر بقولك ايه يا عتريس ايه رايك لما تيجي تشتغل معايا في الشغلانه اللي انا بشتغلها اشتغل ايه عايز اكبر هجان في مصر ينصب على محفظه وساعه وكلام فارغ من ده عندك حل تاني وانت رجلك بالشكل ده لا ما عنديش وخصوصا كمان ان انت صرفت عليها دم قلبكم مقصودش يا عتريس بكره تتعدل وتبقى فل الفل ان شاء الله ماما ماما ايوه بقى انا هنا ايه اللي جابك بدري يا حبيبتي الراجل يا ماما اتضح انه كان محبوس ومتراقب في القسم راجل راجل مين الراجل اللي اسمه صقر صقر احنا مالنا وماله يعرف حضرتك وكان صاحب بابا الله يرحمه فيها ايه يعني ايه يا ماما كنتوا بتعرفوا لصوص وحراميه الله يا وفاء هو احنا كل واحد نعرفه ولا نكلمه هنطلب منه صحيفه سوابق يا ماما حضرتك اللي قلتيلي انه كان صاحب بابا لا يا حبيبتي ماما ما كانش صاحب بابا ولا حاجه ده كان مجرد معرفه عاديه افرضي بعد كده انه انحرف ولا عمل حاجه وحشه بابا ذنبه ايه ولا انا ذنبي ايه انا اسفه قوي يا ماما اصل انا احرجت قوي لما لقيت واحد سوابق جاي يسلم عليا في القسم ويقول لي مش انتي بنت كوثر هانم طب يا حبيبتي ما انت طول النهار بتتعاملي مع حراميه مع رصوص لا يا ماما الوضع هنا مختلف خالص المجرمين اللي انا بتعامل معاهم بتعامل معاهم على اساس انهم مجرمين وانا ظابط يعني زي ما بيقولوا عسكر وحراميه يعني ما فيش بيني وبينهم اي صله شغل يا ماما مجرد شغل طب يا حبيبتي اذا كنت انت عايزه تحولي الحراميه لناس شرفه عايزاني انا وبابا ما نعرفش حد خالص هيعمل بعد كده حاجه وحشه حد ضامن يوم يا وفاء حد ضامن بكره هيحصل ايه لما كنا نعرفه كان راجل كويس ما نعرفش بعد كده بقى حصل منه ايه يا ماما يا حبيبتي انا ما اقصدش بس انفعلت حبيبتي انت مسموح ليكي تعملي فيا اي حاجه انا بس عايزه افهمك عشان اريحك انا اسفه مره تانيه يا ماما يظهر ان انا هفضل اتعلم لاخر العمر وعلى راي حضرتك واحنا ايش عرفنا انه كان ناوي ينحرف في المستقبل معلش يا ماما انا يظهر اخدت الموضوع بحساسيه زياده لا ابدا يا حبيبتي مفيش حاجه ربنا يستر ربنا يستر ايه بتقولي حاجه يا ماما لا يا حبيبتي كويس انك انت جيتي بدري اطلعي بقى غيري هدومك عشان لما جوزك يجي يلاقيكي مستنياه كده وعلى سنكة عشر حاضر يا ماما حاضر العين ده حجاله وكهربا امال ايه واحنا بنلعب انا بس لولا ان انا محتاج الفلوس عشان ارجع بلدني ما كنتش بعته بالثمن ده ابدا ماشي يا عم ب 400 جنيه لا هم 450 جنيه انا واقف ايوه عم انا واقف عليا ب 1500 جنيه 1500 جنيه في المحلات وفي السوق وممكن تتاكد بنفسك 500 جنيه ايه هو راديو في فيديو خلاص بلاش بلاش ايه اشتري يا صادق انا شفته ب 1500 جنيه مش كده يا سيد 1500 بس انا ما معيش غير ال 400 لا 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 انا اذنك اشوف يا عم انا بشتري يا ابوي وريني جرايه يا راجل ما احنا بنشتريها اهو جرايه يا ست ما تسيبيه يتفرج اتفرج يا ريس ده جديد لانج اتفرج ايوه بس انا ادفع 425 جنيه هم 450 جنيه ما قالوش مالين ده جديد بورق وانا لسه رامي ورقه ودلوقتي لا ما ببيعش غير كده 450 جنيه اه من ناحيه جديد جديد ولانج لانج بس انت طماع قوي 1500 ماشي 410 لا 450 بس اجربه اجربه جربه يا عم سيبيه جربه يا ست جربه جربه ايه الزرار دي ايوه
ها قلت ايه بقى يا راي؟ 450 جنيه 425 جنيه 450 جنيه ما يقلوش مليون واحد 430 انا اللي قايلها الاول يا ابوي سيب همل يا ابوي الكاسه وال40 يا ابوي سيب يا ابوي خلي ندفع يعني هدفع والفلوس كمان هنا خبريه الراديو ما غنيش ليه الله ما فيش خبريه امال يا اولاد سرقوني ولا ليه فيه ده فيه ده ده يا خبريه هوس الراديو ما غنيش ليه يا اولاد يا ابوي يدوني الراديو المكنه بتاعته فيها طوبه قد كده يا حراميه نصابين سرقتوني مدوني الراديو من غير عده علي يا علي مبروك يا علي انت كسرت حد دبلوم التجاره مبروك مبروك يا علي يا ابني الف مبروك الله يبارك فيك يا حاج صالح والبركه فيك ولك ما كنتش اقدر احقق حاجه ابدا لميتني وقاولتني وكبرتني واديتني فرصه علشان اتعلم ما تقولش الكلام ده يا ابني هي دي مناسبه تقول فيها كده ده هي دي المناسبه يا حاج اللي لازم اقول فيها كده انا جيت لك هنا مش لاقي حته تقويني ما انت اشتغلت وشقيت وكافحت بس انت اللي اديتني فرصه كبرتني وعلمتني انا مش هنسى فضلك عليا ابدا يا حاج صابر ربنا يكرمك ويبارك لك عايزين نشرب شربات نجاحك يا علي يا ابني مالك يا علي يا ابني شايفك مش مبسوط نفسي اكون مع اخواتي يفرحوا بيا نصايح شهاده متوسطه انما برضه انا اخر مره شفت فيها اخويا عتريس كان هو بيشتغل عند ميكانيكي بعدين ضربوا او حاجه زي كده والبوليس خده اما بقيت اخواتي اتفركشوا كل واحد في حته لما صاحبه البيت طردتنا عشان ما كناش لاقيين ندفع الاجره والله يا ابني ما دام مصر تدور على اخواتك وتشوفهم ده من حقك طبعا يبقى الحل انك تدور على اخوك عتريس لما ضرب الميكانيكي والبوليس جه خده طبعا اتعملت له قضيه ان كان صغير هيودوه الاصلاحيه وان كان كبير هيدخل السجن كان صغير يا عم الحاج كده ولا كده يا علي هتقدر توصل لاخوك ده عن طريق القضيه والله فكره عيشه وان شاء الله ان شاء الله يا علي اخوك ده هيقدر يرشدك عن اخواتك ووالدتك والكل كمان نفسي اشوف امي وابويا واخواتي نفسي اشوفهم كلهم المهم يا علي انت فاكرهم كويس ايه اللي فاكرهم بس كان فيهم واحده صغيره قوي اسمها وفاء كانت الوحيده اللي صغيره قوي ودي لو عايشه لا حد هيعرفها ولا هي هتعرف حد انما زمانها ماتت لانها كانت صغيره قوي صغيره زياده عن اللزوم حتى لو عايشه مش هتفتكركم لان الصغير لا بيبقى عنده عقل ولا ذاكره هدور على اخويا عتريس وهدور على امي انا دلوقتي كبرت وبقيت معاكم في امان ونفسي اعرف اهلي ربنا يوفقك يا رب باذن الله وبعدين بقى انت ما بتاكلش ليه خد دي من ايدي بكره ان شاء الله يا حاج اروح اشتري البضاعه من تاجر الجمله لان في حاجات ناقصه في الدكان ربنا يكرمك يا ابني انا عايزك تاخد بالك مني لان انا كبرت ومبقتش حمل الشغل والبركه فيك انت انا عينيا ليك يا حاج بسأل على واحد كان في الإصلاحية ودخل السجن بكذا قضية اسمه ايه؟ عتريس عبد الحفيظ عتريس عبد الحفيظ ايوه عرفه هو فين دلوقتي؟ ده خرج من زمان
طب حضرتك ما عندكش عنوانه؟ عنوانه ايه؟ هو مش راح لاهله؟ ما هو حضرتك انا اخوه. ما راحش البيت؟ ما هو اصل ما فيش بيت. قلت لي بقى. طب حضرتك يكون راح فين؟ ما عنديش فكره والله. يعني ما بيجيش يزوركوا، يزور زمايله او اي حاجه؟ هو اللي يخرج من السجن من عندنا هنا يجي يشوفنا تاني؟ متشكر قوي، انا هدور عليه في كل حته. سلام عليكم. سلام يا اخ. نعم. افتكرت حاجه يمكن تنفعك. يا ريت. في واحد صاحبه اسمه زكي، كانوا دايما مع بعضيهم، روح يمكن يقدر يدلك. طب وحضرتك عنوان زكي ده الاقيه فين؟ عنوانه موجود هنا، تعال ندهولك. مش عايزين ايه يا ست؟ مش عايزين اي حاجه وخلاص. هو انا لسه قلت حاجه؟ اتفضل قول. مش دي شقه الاستاذ زكي؟ حلوه الاستاذ دي. دي شقه الاستاذ زكي. يا ترى هو موجود؟ نايم. طيب هنزل استناه لغايه ما يصحى. ده بيصحى العصر. استناه ان شاء الله للمغرب. انت يا استاذ، انت يا فندي، انت يا حضر. نعم. نعم الله عليك يا اخوي. انت هو انت اللي بتشتري منه البضاعه؟ بضاعه؟ انا قلت بضاعه؟ انا يعني بقول لك انت عايز منه ايه؟ انا كنت عايز اساله عن اخوه. لو انت اخوك تايه منك عيله تايه يا ولاد الحلال، لابسه شبه مقطعه وبلوزه مهربده. الله يسامحك يا ستي. انت زعلت مني؟ مش قوي، بس بقالي كتير قوي بدور على اخويا. هو ايه حكايه اخوك ده بالظبط؟ اخويا يبقى صاحب زكي، اسمه عطريس. لو هو انت تبقى اخو عطريس؟ انت تعرفيه؟ ايه اللي اعرفه؟ ده خطيبي حبيبي. تعالى اتفضل تعالى، ما يغركش منظر انا زي القمر. انت بتتكلمي جد؟ الا جد، انت مش شايف؟ تعرفي مكانه؟ الا اعرفه، عارفاه جدا، عارفاه قوي، عارفاه خالص. قريب من هنا؟ قريب جدا، قريب قوي، قريب قوي. ارجوك انا مش ناقص بهدله. عنوان اخويا فين؟ يا عيني، اخوك هنا في الشقه دي، في الاوضه دي. انت بتتكلمي جد؟ الا بتكلم جد. هتشوف دلوقتي يا عطريت، يا زكي، يا عطريت. اصحى يا عطريت، قوم يا زكي، اصحى يا عطريت، قوم قوم. ايه في ايه؟ بوليس؟ بوليس ايه كده خيبه؟ ده انا عامله لك مفاجاه حلوه قوي. خير؟ في ايه؟ خيل. تعال اهو. ايوه، يعني مين يعني عدم مؤاخذه؟ انا علي. سلام. ورا عطريت. انا على اخوك علي. علي. عايزك تقول لي على كل حاجه يا عفريت. طبعا عيله، هقول لك على كل حاجه. امال ايه؟ وعايزين ندور على بقيه اخواتنا. ان شاء الله ان شاء الله ندور عليهم ونلاقيهم ان شاء الله. اخويا اخويا معاه دبلوم تجاره، معاه شهاده جهله. تعال كده برضه. عتليس بتعيلني؟ اعمل تعيلني ولا عيلك؟ الجهل طايلني وطايلك. يا جماعه يا جماعه، بيضحك معاكم. يا اخي كان نفسي، كان نفسي ابقى كويس بس فشلت.
راح فين يا جدعان؟ داخل عند حد ظابط باشا. من غير لا احمر دستور كده؟ احمر دستور. مش هتخش برضه. ليه انتوا قلبتوا عليا ولا ايه؟ اللي حظ ظابط فا لسه ما جاتش. اهلا يا عفريت، اخيرا. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، افتح الاوضه يا عفريت. ايه يا عفريت، كنت فين؟ كنت في المستشفى يا باشا. مستشفى ايه؟ انا ما بعرف، زعل رجلي كانت مكسوره. انا قلت راح فين ده، وبعدين قلت ده مواعيده وحشه قوي. انا اسف يعني يا حظ ظابط باشا. بالعكس، مواعيد الحرميه مظبوطه قوي. ليه بقى؟ عشان احنا الهجامين بنحدد ساعه الصفر وبنعمل دراسه. اول حاجه اهل البيت بيكونوا نايمين امتى؟ في الميعاد الفلاني. تاني حاجه عسكر الدوريه ما يكونش واقف في الحته الفلانيه. تالت حاجه تكون العربيه اللي هتشيل البضاعه وصلت. ليه؟ عشان احنا الحرميه. وبعدين في حاجه يا باشا، انا مش عايزه كل كلمه والتانيه تقول لي احنا الحراميه وانا الحرامي والحاجات دي. هو الواحد ينسى اصلا ساعه الباشا؟ انت اصلك مش حرامي، مفيش حد اصله حرامي. الناس كلها بتتولد كويسه قوي، وبعدين في بني ادمين هي اللي بتخلي البني ادمين التانيين يبقوا حراميه وقتالين. فهمت؟ فهمت جدا. يعني زي ما ستي بتقولي كده، ايه، ربنا بيسلط ابدان على ابدان. ما ده بالظبط اللي انا عملته مع المنجاوي سيادتك. المنجاوي مين؟ المنجاوي ده بقى سيادتك اول واحد انا سرقته، لان البني ادم ده هو اول بني ادم زال لبني ادم تاني، فيجي بقى البني ادم التالت يقوم واخد حق البني ادم التاني. مش فاهم. افاهم سيادتك. ابويا كان بتاع صابون، وكان بياخد الزيت والبوتاس من المنجاوي ده. السبوبه عجزت شويه مع ابويا، المنجاوي مرضيش يديله بضاعه، وزله وكسر نفسه، جاب مناخيره الارض. نسي كل حاجه، نسي كل حاجه، نسي ان ابويا ياما كسبه، ونسي ان ابويا عنده 7 عيال، نسي كل حاجه. عشان كده اول حاجه قررتها اول ما خرجت من الاصلاحيه ان انا انتقم من الراجل ده، وسرقته وخليته على حديده. ما استريحتش لما شفته ماشي اهطل في الملاحقات. على فكره انا بكتشف انك كمان نبيه قوي. اهو يبقى انا خساره في السرقه بقى يا جدعان. خساره جدا. اسمع. نعم. تفتكر ايه الحل؟ كده بقى سيادتك للسؤال اللي انا ما اعرفوش. لا، الحكايه سهله قوي. لا ازاي يعني؟ لو لقيت شغلانه محترمه تحقق لك حياه كريمه، يبقى ما عندكش سبب تسرق. بالظبط. تحب تشتغل ايه؟ وزير الخزانه بالارجنتين. ايش معنى الارجنتين؟ اصل انا مؤاخذه يعني هناك محدش يعرفني، لكن انا اعرفه اصلي وفاصلي. اتكلم جد يا عتريس. يعني سيادتك اي شغلانه الواحد ياكل منها عيش، بس عدم مؤاخذه يعني انا اكلتي كبيره شويه. اسمع يا عتريس. نعم حظ ظابط باشا. ايه رايك في التجاره؟ قصدي سيادتك يعني الواحد يشتغل شهبندر التجار؟ ممكن توصل لشهبندر التجار. اغلب التجار الكبار ابتدوا من الصفر. من الصفر يا سيادتك تقصدي بقى اسرح بعربيه طماطم؟ مجنونه قوي طماطم صح؟ لا، انا هخليك تبتدي بدايه احسن من كده بكتير. قصدي سيادتك يعني امشاط وفلات ونفتالين بلا نفتالين بليه. لا، كشك في مناديل ورق وشوكولاته ولعب بسيطه للاطفال. شوكولاته بس؟ بحب يعني سيادتك دي هتكلفنا مبلغ كبير قوي. وانت مالك، الحكومه هي اللي هتدفع لك عشان تبتدي حياتك. الحكومه اللي بتمسكنا هي اللي هتدفع لي ان شاء الله. يعني على مؤاخذه يعني سيادتك مالي ايدك قوي بالموضوع ده. انت ابن البلد، ومن حقك علينا اننا نديك فرصه للحياه الشريف. يا سلام، والله يا سيادتك كلامك بلسم زي مرها من الحاج محمود. مين الحاج محمود ده؟ حاج محمود بتاع الشاربه، اللي هو بتاع شاربه الحاج محمود. شاربه الحاج محمود. معقوله انا في حلم ولا في علم؟ معقول حظ ظابط باشا بتتبسط معايا انا وبتضحك على كلامي؟ قلت ايه؟ قلت لا اله الا الله. والكشك ده امتى؟ حالا هبتدي اجراءاتي والتصاريح من بكره، و15 يوم بالكتير ان شاء الله هيكون عندك كشك هايل. ربنا يسمع منك، ربنا يسمع منك ويسترها معاكي ويخليكي. يا سلام، ده انا هفضل ادعي لك انا والحرميه ان شاء الله، عشان مش هنعرف نرد جمالك ازاي. انت ومين؟ انا والبوهجيه، انا والقهوجيه. خد يا عتريس. ايه دول؟ دول 50 جنيه سلف، وتبقى تردهم لي لما الحال يمشي ان شاء الله.
ايوه لكن ما لكنش، ما انت من اللحظه دي مش هتمد ايدك ولا ايه؟ ايوه ساتك، بس يعني ما هسق معاه فلوس. معلش جرب الفلوس دي، هتلاقي الفلوس الحلال عمرها اطول وقيمتها اكبر. مش عارف اقول لسيادتك ايه. ما تقولش حاجه، تقدر تمشي دلوقتي وتفوت عليا بعد يومين تعرف الاخبار اول باول. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك ويسعدك. انا على فكره دي اول مره في حياتي ادعي فيها لحد، عارفش بقى ربنا هيقبل مني ولا لا. ان شاء الله يقبل، خصوصا لما تكون توبه نصوحه. اللي تشوفه يا دكتور. لو سمحت تحجز في المستشفى يوم الثلاث، انت تتصل بيهم وهم عندهم خبر وهيفهموك كل حاجة. وان شاء الله العملية الاربع الصبح. والتكلفة يا دكتور؟ بالنسبة لحساب المستشفى هم هيفهموك كل حاجة، بالنسبة لي انا مفيش اي مشكلة. يا ريت حضرتك تقول لي. حاضر، هخليهم في ادارة المستشفى يفهموك كل حاجة. تشكر يا دكتور، مع السلامة وبشفة ان شاء الله. على ايدين حضرتك ان شاء الله. السيد عبد الرحمن عبد الكريم. ايوه اتفضل. وبعدين يا انسه، انا بقالي اربع ساعات قاعد. وانا هعمل ايه؟ مش بالدور؟ دور ايه بقى؟ مش في فرق ما بين الناس وبعضها؟ وبعدين ده زي تعليمات الدكتور بالدور. انا مستعد ادفع اي مبلغ بس ما اقعدش بالشكل ده. ما انت دافع مستعجل. انا مستعد ادفع مستعجل المستعجل. من فضلك في هنا نظام، واذا ما كانش عاجب سعادتك اتفضل خد فلوسك. فلوس ايه بقى؟ انا هستنى يا انسه. ما فيش حاجه من غير العمليه يا دكتور. ايه وانت خايف من العمليه ليه؟ لا يعني بس انت موظف في وزاره لو وافق بيه. كنت بقول يعني انا هكتب لك جواب تخش بيه القصر العيني، هيعملوا كل اللازم وهعمل لك العمليه وتبقى تمام التمام من غير ما تدفع ولا مليم. صحيح يا بيه؟ طبعا صحيح. ادي الروشتة وادي الدواء. والدواء كمان يا بيه؟ اه طبعا كمان. وانا غرمان حاجة، دي كلها سامبلز عينات بيجيلي ببلاش. ربنا يسترها معاك يا رب. دكتور ابراهيم. هو مرة دكتور. لو سمحت هو خارج يدوله تمن الكشف. سعادة بيه ده كتير قوي. ولا كتير ولا حاجة. شو بقول لك؟ أنا عايزك تتغذى كويس قوي قبل العملية. وبعدين يا سيدي ما تقلقش عليا، ما تقلقش عليا خالص، انا النهارده كسبت فلوس قد كده اهو، يعني المساله محلوله الحمد لله. ماشي يا رب استرها معاك يا رب. يا رب يحنن عليك ويخليك يا رب. راح راح. طيب انا اللي جايب الفلخه. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا اهلا عيله. تعالى بسم الله. كل امه معانا. لا الحمد لله احنا واكلين. يا عم تعالى كل، ما تعملش فلق، اخوك بياكل معانا كل يوم. تعالى يا عم تعالى، حماتك بتحبك. اعرفكم بعيش يا جماعه. اهلا. ازيك يا عيش؟ اهلا يا عيش. اهلا بيك عيشه بنت الراجل الطيب اللي انا بشتغل عنده، اللي من غيره لا كنت رحت ولا جيت، واول ما عرفت ان ليا اهل عايزه تتعرف عليهم. اهلا يا عيش، عرفك بنفسي، انا عتريس اخو علي،
علمك انا طب جدا، بس انا اللي بان شرير يعني. وانا زينب اخت علي في الحقيقه، علي كلمني كتير قوي عنكم وفرحان جدا انه في النهايه لقى حد من ريحه اهله. ده انا اللي فرحان، فرحان جدا، وربنا ان شاء الله يلم شمل العيله كلها. قادر يا كريم. دي نوره، نوره بتقولنا احنا هنا يعني. نوره دي بقى ستي خطيبتي واخت اعز اصحابي. ازيك يا حرامي امين الشرطه؟ الحمد لله. بتاع صاحبه. خلاص صاحبه خلاص. طب وانتوا مش هتدوروا على ست والدتكم؟ ده علي نفسه يلاقيها عشان فرحتكم تكمل. انا صراحه يعني دورت عليها كتير بس ما لقيتهاش، ده حتى في السجون معرفتش اوصل لها. معرفش اوصل لها ليها علم؟ وهنا يا عتريس معرفش غير ان اسمها حسنيه بس، انما حسنيه ايه معرفش. غليبه، في حد ما يعرفش اسم امه بالكامل؟ المهم هنعمل ايه دلوقتي؟ طب ما تيجي نروح الملاحات يمكن نعطر فيها ولا حاجه. انا رحت الملاحات ومفيش فايده. نروح تاني يمكن طلعت من السجن. اه نروح ما نروحش. اه لا ما نروحش. ما تخافش يا عتريس، انا عامل حسابي محوش قرشين. المسألة مش مسألة فلوس، فلوس كتير مش عارفين نوديها فين، مش دي النظرية يعني. واجب برضو نروح نسأل عليه ولا ايه يا عتريس؟ نروح ما نروحش ليه؟ احنا هنخس حاجة؟ وانا كمان مستعد اجي معاكم، هستأذن من والدي واروح معاكم. خلاص نروح بكرة ان شاء الله، ما نروحش ليه؟ ده هتبقى صحبة فل. يا الست حسنيه مش كانت ساكنه هنا برضو؟ الست حسنيه في السجن من زمان. طيب وعيالها؟ واحد دخل السجن ولا الاصلاحيه ولا مدرك ايه، وبقيت العيال كل عيل راح في طريق. طب ما تعرفيش الست حسنيه اسمها حسنيه ايه؟ اسمها ام عتريس، بيقولوا لها يا ام عتريس. طب ما فيش ولا عيل تعرفي عنه اي حاجه؟ ما فيش ولا عيل استنى في الملاحات؟ عيل واحد هو اللي استنى في الملاحات، كان اسمه قد، اشتغل مع بتوع التهريب، بس يا ابني ده انضرب بنار. قد انضرب بالنار؟ يلا بينا يا جماعه مفيش فايده. كويس قوي ان احنا لقينا بعض احنا الثلاثه. شد يا قطب يا ابن حسنيه البضاعه. ما بلاش يا ابن حسنيه دي، ما كبرنا عن الكلام ده. طب شد يا اخويا البضاعه. مش قادر بعد الرصاصه اللي كلتها ببطني، بقيت ضعيف. انت واكل رصاصه من 15 سنه. من ساعتها وانا ضعيف وحاسس اني خدام عند ولود الابلسه تجار البلا ازرق ده. ما تقولش كده يا قطب لا يأذوه. انا ما عادش يهمني حاجه خالص، هيعملوا فيا ايه؟ انا حاسس وانا في عز شبابي ان زي بغل البلديه العاجز، هما يكسبوا الملايين ويدونا اللقمه اللي بتفضل منهم، وساعه اللزوم احنا اللي هندخل السجن. طب شد يا اخويا البضاعه على احسن المعلم مستعجل على الصمت. بالسلامة يا اسطى، بالسلامة. هم يكسبوا ويعيشوا واحنا كلاب الحراسة. لا حول الله يا رب. عملية حلوة، ناس مسافرة وشقة مقفولة، من اخواننا اللي بيشتغلوا في الدول العربية، هناكل لقمة عيش حلوة. بقول لك يا شلابي شلت نور هتليس ياخد النص وانا اللقطه وحق يجي لحد البيت ومش هروح معاكم. ما تسيب هو يتكلم يا زافي. انا مش هشتغل يا شراب. ما تبقاش فقري، ده رزق وجاي لك. انا بكلمك جد مش هشتغل. ايه هتوب؟ ايه ده انت بتتريق؟ اه هتوب. ايه الكلام ده عتريق؟ زي ما بقول لك كده يا شراب. بس مقابلتك الاول ما كانتش بتاعت واحد مش عايز يشتغل. اه
وانا لما قلت لك طلابي جاي لك ما قلتش لا يا عم. ولو مفيش بينا وبين بعضينا شغل يعني الواحد يستقبلك وحش انت على راسي من فوق بس شغل بقى على مؤاخذه مش هشتغل. اوعى تكون بنتي بس دماغك وقالتك اكلها معاك بذوق بس من عرق جبينك. هات يا شباب ولم الدور مش ممكن تكون قالت له كده دي اختي بقى وانا عارفها اكلها والعب نار الفرن. وبعدين عارفه شغلتي انت الدعاه بتشجعه قوي وكله في الاونطه والشبلقه يابا. هو ايه علاقتك؟ في حب حنان وعواطف ومعازف وانا موافق وراضي. امال ايه السر يا عم؟ ما فيش سر ولا حاجه. كل ما في الموضوع ان انا معايا قرشين حلال في جيبي وبيقول لك صرف الفلوس الحلال الاذ. انا ما مش عايز اضيع الحلال في الحرام بتاعكم ده يا عم. يعني اشتغلت شغلانه ثانيه؟ ايه؟ تاجر نابولي. ما انت كلامك اللي ينرفز يا عتريس. مفروض تفرحي لي يا بنت انوره. افرح على خيتك؟ عايز تسيب شغلك واكل عيشك؟ اكل عيشي وده اكل عيش؟ ده اكل صح؟ ده اكل حرام؟ اللي بيدور في دماغك يا عتريس. ما انت كنت فل وعال. عال انما حرام ابقى عال يا اختي زكي حرام الغسيل. انت هتلمح يا عتريس؟ اعمل لك ايه بس يا نوره؟ في واحده تزعل ان خطيبها هيبقى واد مجدع وبياكل لقمته من عرق جبينه. وهتجيب لي الشقه بايه بقى؟ بعرق جبينك اسم الله؟ ده انا بنت اعمل لك بيت الهانه. بيت الهانه؟ موت يا حمار يا عتريس. حمار عتريس؟ بقول لك يا بنت نوره مش عايز تكسير مقاديف. يا عالم يا هو في واحده في الدنيا تزعل ان خطيبها هيبقى شريف ويبطل سرقه؟ طب فكري حتى بالعقل كده يوم ما يقفشوني وياخدوني من الدار للنار. مام يا اخويا عقبال ما ياخدوك من الدار للنار ابقى انا متهنينه متستته. ستته بالحرام بقى ده منطق دعق. يا خوفي يا عتريس. خوفي؟ خايفه لكن. ايه ده هو الواد زكي قال لك؟ مفيش حاجه بتستخبى يا حبيبي. انت بتبرقي له ولا ايه يا بنت نوره؟ امال عايز اسبل لك؟ يا عالم يا هو في واحده في الدنيا تزعل ان خطيبها يبقى شريف؟ انت ايه يا بنت؟ بنت ابلسه. ايه يا يحيى؟ في حاجه مهمه في الجورنال؟ يعني طب استعد بقى حضرتك قربت تخسر الرهان يا دكتور. رهان؟ رهان ايه؟ هو في بينا وبين بعض غير الرهان اياه؟ قصدك يعني الجرع بتاعك ده المجرد ده اللي نفسك يبقى بني ادم مش كده؟ ماشي يا ستي اتفضلي اقري. في ايه؟ صاحب المخبز اللي بيبيع الدقيق المدعم في السوق السوداء بدل ما يعمل بيه عيش للناس. طب وده ماله ومال الحاله بتاعتي؟ ما هو الحرامي بتاعك ده هو زي الحرامي بتاع الدقيق بالظبط. الاتنين ما عندهمش لا ضمير ولا ذمه ولا اخلاق. المساله مش مساله انشا، لا، مساله مجموعه من الناس ما عندهمش احساس بالمسؤوليه ولا ادراك بالحاله اللي احنا فيها دلوقتي. المساله عايزه حسم. اوعى تفتكري ان احنا عندنا نقص في الخبز او في الدقيق، لا 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 لا. الحكومه الحقيقه تعبانه في توفير ودعم الخبز لكل الناس. انما الحكومه تعمل ايه؟ الحرامي من ده بيعمل ايه؟ بيسرع على حساب بيع الدقيق المدعوم في السوق السوداء. ياخد الشوال ابو 70 جنيه يبيعه ب 350 جنيه. يسرى هو ثراء فاحش والحكومه ينقطع نفسها اكنها بتجيب الدقيق وترميه في البحر. طب والحكومه؟ اي حكومه ممكن تعمل ايه يعني؟ هتعين في كل مخبز عسكري؟ هتحط في كل محل راجل بوليس؟ لا 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 لا. المسألة عايزة ذمة، عايزة ضمير، المسألة عايزة حسم، وهي مش مسألة شعارات وكلام، لا 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 لا، لازم بتر العناصر المجرمة دي. ويا دنيا مالك ومالك ومن اللي